للحديث أكثر على البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن أحداث القدس الأخيرة وانتهاكات الاحتلال الصهيوني ضد أهالي القدس والمقدسات، ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. دكتور عبد الحميد، السلام عليكم. أصدرتم في الهيئة بيانا بشأن ما يحدث في القدس والمدن الفلسطينية من انتهاكات، أيضا وصفتموه في هذا البيان بالإرهاب الممنهج، لكن أنتم كيف تنظرون لموقف المجتمع الدولي من هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين ومقدسات المسلمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولجمهوركم الكريم. لابد في البداية أن نقول أننا ذكرنا غير مرة أن القدس وقضية الفلسطينية بشكل عام هي قضيتنا الأولى، فمهما تعددت الآلام وكثرت المصائب فإنها لا يمكن أن تصرفنا عن هذه القضية، ولذلك فأي جرح يصيب أهلنا هنالك وأي ألم فإنه يمسنا جميعا، والقدس وفلسطين لا تخص من يسكن تلك الأرض بل هي قضية المسلمين بشكل عام. وللأسف هذه الجرائم التي تكررت اليوم على يد الكيان الصهيوني في هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك لم تأتي عن فراغ ولا بشكل جديد، وإنما هي حلقة ضمن سلسلة طويلة جدا من الانتهاكات والجرائم بحق فلسطين وبحق أبناء فلسطين وبحق الأمة عموما. وللأسف فإن المسؤول الأول والأخير ليس فقط من يرتكب هذه الجرائم وهي قوات الكيان الصهيوني وعصاباته ومستوطنيه، وإنما المجتمع الدولي الذي يحمي هذا الكيان الغاصب ويسمح له بارتكاب هذه المجازر وهذه الانتهاكات، ولا يقبل بأي تنديد له أو لا يحاول على الأقل اعتراضه، بل ربما نجده في كثير من الأحيان يؤيد هذه الجرائم ويحاول إيجاد المبررات لها. وهذه الحالة تتكرر على يد هؤلاء، وأقصد هنا أمريكا التي تحمي هذه الدول، دول الإرهاب الكبرى، كيف لا وأن أمريكا هي مشهورة ومعروفة، هي أكبر دولة إرهاب في العالم. طيب دكتور عبد الحميد، موضوع تهجير الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح وسلوان وغيرها من المناطق الفلسطينية خاصة في مناطق البلدة القديمة، يعني يحتاج إلى وقفة أكثر جدية من قبل الدول العربية. هنا ما الواجب على الدول العربية لوقف هذا التغيير الديموغرافي الذي يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ للأسف يعني الكل يعلم أن الدول العربية، نتكلم كنظام رسمي، بات منقسما على نفسه في كثير من القضايا، ولكن على رأسها القضية الفلسطينية. ففي الوقت الذي نرى بعض الدول الإسلامية والعربية منها أنها تقوم بواجبها وإن كان على ضعف من حيث الاستنكار والتنديد ومحاولة استخدام بعض الأوراق السياسية للضغط، إلا أننا نجد دولا أخرى قد سارت مهرولة إلى التطبيع، بل ونجدها تقوم بالتبرير وبالتغطية على مثل هذه الجرائم. فهي ليست اليوم فقط مجرد ساكت على أمام هذه الجرائم وهذه الانتهاكات، لا التهجير ولا غيره، بل ربما نسمع بعض التصريحات المخجلة من بعض المسؤولين هنا وهنالك، من يحمل أبناء الشعب الفلسطيني المسؤولية حينما يدافع عن مسجده وعن مقدساته. طيب دكتور عبد الحميد، الحديث عن التغيير الديموغرافي يجعلنا نقارن بين ما يحدث في فلسطين وما يحدث في العراق، هل هناك ارتباط ما، لا سيما أن المجني عليه واحد في الدم والعقيدة واللغة؟ نعم، هو كلها جرائم احتلال والمنهج واحد. نعم. هؤلاء كلهم يسيرون وفق منهج احتلالي ومنهج غاصب، ويحاولون أن يطبقوا هذه السياسات التي هي مخالفة لما تعارف عليه دوليا. يعني هذه الجرائم في العالم كله اليوم هي مدانة، وهي من أولى جرائم أو أعلى وأكبر جرائم الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، ألا وهي جرائم التهجير القسري. لكننا نرى أن المصيبة أمام هذه الجرائم
هنا وهنا في إسرائيل، في الكيان الصهيوني، ما يقوم به الكيان الصهيوني في فلسطين، وما تقوم به عصابات إيران وميليشياتها وغيرها على أرض العراق، إنما هي تتم على عين ورعاية وسكوت من قبل المجتمع الدولي، والضحية هم الشعوب الأبرياء أصحاب الأرض وأصحاب الحق. ولذلك نحن نقول أنه هذه الجرائم وهذه المآسي هي تكون ضد أمة واحدة، ولذلك لا بد من وقفة واحدة للأمة لتطهير هذه الأراضي من كل أنواع هذه الانتهاكات وإعادة السلام والعدل إلى هذه البلاد جميعا. دكتور، انتفاضة الأقصى وأيضا في أحياء وبلدات فلسطين المحتلة، إلى أي مدى هذا الحدث يمكن أن يحيي ثورة عربية شاملة ضد الظلم الواقع عليهم؟ بالعكس، يعني هذه من أعظم الدروس التي يستلهم منها الشعوب. فنحن نعلم أن الشعب الفلسطيني الحصار عليه شديد جدا، ولا يمكن أن يسمح لأي يعني أي مقاوم هنالك، خاصة نتكلم على الأقل في قضية في القدس، في مدينة القدس هنالك تضييق شديد على هؤلاء الناس، على ساكنيها وعلى أي صوت مقاوم. وحينما نرى مثل هذه الردات ومثل هذه الأعمال البطولية، شباب بصدور عارية تتصدى لآلة قمع عنيفة جدا، وتستطيع هذه الصدور العارية أن تنتصر ببراءتها وبكل ما لديها من سلمية، فقط بأصواتها وببعض الحجارة تنتصر على أعتى قوة همجية، فإن ذلك يعطي درسا لبقية الشعوب أن أصحاب الحق هم دائما أعلى قوة، فالقوة لا تقاس بالحديد والنار، وإنما تقاس بالحق وصاحب الحق. الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لكم.